العراق الاستيراد به مفتوح، يعني خلينا نكون بصريح العبارة، بدءا من علاج الأطفال هذا اللي يستورد العراق بحدود 20 مليون دولار سنويا. علاج ب 20 مليون دولار سنويا، يعني إلى الأجهزة أو المعدات الكمالية وكل ما له علاقة بأعياد الميلاد، واللي أنا أعتقد يعني أصبحت كاهل على الدولة يعني في مسألة الاستيراد. أما إذا أردنا نتحدث عن هل الدولة قادرة أو شركات الدولة والقطاع الحكومي القطاع العام قادر على تنفيذ وتوجيه صناعته لتغطية حاجة البلد، أجاب طبعا أجواب سلبي، لا يمكن تلبية كل الحاجات.